برحب بيك طبعا يا كابتن ايمن، وبرحب بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو، طبعا الكباتن المنورين معاك في الاستوديو، وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وخليني طبعا ابارك لك تاني يا كابتن ايمن، وابارك لكل جماهير النادي الاهلي. يمكن انا دلوقتي معاك من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وطبعا هنعمل لقاءات طبعا كتير جدا مع اعضاء النادي الاهلي ورد فعلهم بعد فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف. يمكن معايا في هذه اللحظات واحد من اعضاء النادي الاهلي. يمكن النهارده يعني ناس كتيره كانت يعني يمكن قلقانه شويه من وجود علي لطفي ان هو مش قادر يعوض مكان محمد شناوي، ولكن قدر ان هو يعوض النهارده، وشفنا ده بعد هو سدد ضربه الجزاء. والله هو ماتش الاهلي والزمالك دايما ده بطوله لوحده يعني، فده رهبه لاي لاعب. اداء مشرف من اللعيبه، وطبعا بنبارك للعيبه كلها وللجهاز الفني كله، وماتش اكتر من رائع يعني. بس الحمد لله على الفوز يعني. تحب تقول ايه طب لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني؟ والله احسنتم يعني، ده ماتش قوي جدا واديتوه الحمد لله. بس يمكن اداء لعيبه النادي الاهلي النهارده دليل على الاستعدادات القويه والتحضيرات طبعا قبل مباراه نادي الزمالك. تحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني؟ في البدايه احب اشكر مجلس اداره النادي الاهلي، لان هو رسخ مبدا زي ما نقول رينج او اسعار اللعيبه، خلى اللعيبه كلها بتبص لبعض بمستوى واحد، ما خلاش فيه فروقات جامده، ده خلى فيه روح حلوه في الفريق، وهو ده اللي احنا بنجني ثماره دلوقتي في النادي الاهلي. بشكر مجلس الاداره، بشكر الجهاز الفني واعضاء الاعضاء العاملين في النادي الاهلي وعلى اللاعبين، وبشكر علي لطفي النهارده اثبت للناس ان هو حارس مرمى قائد، واللي جاي منه هيبقى افضل باذن الله، لانه اكتسب الثقه ونقدر نقول الاعلام وكل الناس اللي شككت ان النادي الاهلي بمن حضر اي 11 راجل بيلعبوا زمالك، بيلعبوا بيراميدز، بيلعبوا اي فرقه، بيمثلوا النادي الاهلي باحسن صوره. والف مبروك للنادي الاهلي وقناه النادي الاهلي. طب قول لي رد فعلك كان ايه وقت ما يعني علي لطفي صد طبعا ضربه الجزاء؟ والله كنت متوقع جدا، هو طلع غلط سنه في اللعبه، لكن كنت متوقع ان هو لانه عامل ماتش كويس قوي، كان حرام ان هو يبقى بسبب الطلعه دي، فكنت متوقع ان هو يصدها، وما شاء الله نفس رينج الشناوي. الواضح ان مدرب حراسه المرمى هايل، بيقف وبيستنى الكوره وبياخد القرار الصح، فهايل هايل هايل ما شاء الله. الف الف مبروك. الف الف خليني ابارك لك طبعا على مباراه اليوم، وعايزك تقول لي شايف مباراه اليوم ازاي، وعايز تقول ايه لعيبه النادي الاهلي؟ طبعا الاداء النهارده كان كبير، ان شاء احنا الاهلي يعني بمن حضر، والاداء النهارده كان كبير جدا، خصوصا من علي لطفي النهارده ادى اداء عالي جدا، ما كانش متوقع، ومتوقع انا كنت متوقع انه يصد ضربه جزاء، والاداء عالي النهارده، وان شاء الله نستمر على الاداء دوت، لان في نص نهائي افريقيا وربع النهائي، ان شاء الله افريقيا لنا السنه دي، وان شاء الله الدوري برده لنا وكل البطولات لنا ان شاء الله. ان شاء الله. خليني طبعا ابارك لك في البدايه على مباراه اليوم وفوز النادي الاهلي النهارده على نادي الزمالك، شايف المباراه النهارده ازاي، وتحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي؟ المباراه ممتازه جدا جدا، ولعيبه الاهلي كلهم رجاله، واللي الحاضر هو اللي بيسد عن الغايب، ولازم ياخد فرصته لعلي لطفي، المفروض يلعب مع الشناوي عشان ياخد فرصته، عشان لما ينزل اخر اي ماتش يبقى على استعداد تام، وكلهم ممتازين جدا جدا جدا، وكنت متوقع اللي هو البلين هيتصد، لان هو عينه على رجل محمود شاطها يعني مسكها كويس يعني. فالف الف مبروك ليهم، وبقول لاخواتي الزمالك ما يزعلوش، بس ينسوا ان هم يغلبونا ابدا يعني، ما افتكرش. بشكر حضرتك جدا. طبعا خليني في البدايه ابارك لك طبعا على مباراه اليوم، وعايزاك تشوف يعني تقول لي شايف مين اكتر لاعب النهارده تالق طوال 90 دقيقه؟ النهارده ايمن اشرف النهارده عمل اداء ممتاز، اداء هجومي ودفاعي في نفس الوقت، هو احمد بيكم عملوا قفلوا المساحات على اشرف بن شرقي وعلى شيكابالا الشوط الاول باستثناء كره الهدف يعني، والشوط الثاني برضه على احمد سيد زيزو لما نزل بديل لشيكابالا. ايمن اشرف لعب ماتش انا شايفه ان هو رجل المباراه من ناحيه النادي الاهلي النهارده، هو علي لطفي طبعا، علي لطفي باستثناء علي لطفي، انما ايمن اشرف في الملعب النهارده كان ليه دور ممتاز ممتاز ممتاز. مبروك جدا، مبروك. عايزاكي بقى تقولي النهارده رد فعلك ايه بقى لما علي لطفي صد ضربه الجزاء؟ انا فرحت جدا بصراحه يعني، ويعني يا رب دايما من نجاح لنجاح جدا، والماتش كان حلو جدا. طب تحبي تقولي ايه لعيبه النادي الاهلي؟ الف مبروك، ويا رب دايما من نجاح لنجاح. بشكرك جدا. يمكن ده يا كابتن ايمن كان لقائنا مع اعضاء النادي الاهلي، كبير صغير طبعا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، والان العوده مره اخرى للاستوديو.
من جديد ده كل التحيه ليك يا كابتن ايمن وكل ضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف نقول مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. يعني احنا موجودين في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، معانا جانب من اعضاء النادي الاهلي يعني هناخد ارائهم بعد فوز النادي الاهلي. خليني في البدايه ارحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراه كبيره النهارده من لعيبه النادي الاهلي في ظل الغيابات في ظل الاصابات، لكن دايما رهاننا بيبقى يكون على شخصيه لعيبه النادي الاهلي. الحمد لله والفضل لله، احنا بنشكر ربنا طبعا على الفوز الجميل دوت، وما كناش متوقعين رغم الغيابات الكبيره ديت قوي، والحارس الاول لينا في مصر والشرق الاوسط وبطل الوطن العربي كله الشناوي، بنقول له الف سلامه طبعا من خلال القناه، وبنقول للكابتن علي لطفي ربنا معاك وربنا ثبت اقدامه النهارده وقدر يصد ضربه الجزاء ديت ممتاز ممتاز ممتاز. كل اللعيبه والجون الاخير كمان ومحمد شريف الله اكبر عليه يعني 10 على 10. لا النهارده الفريق الحمد لله يستحق الفوز، والف الف مبروك النادي الاهلي. يعني الاهلي بمن حضر. عايز اروح لحضرتك، اتفضل. الاهلي دايما بنقول الاهلي بمن حضر، دي جمله بنمشي. 10 لعيب يلبسوا فانيله الاهلي هيكسبوا، فالاهلي بمن حضر. لو اتزنقنا وجبنا الجمهور يلعب مع الاهلي ولبسوا فانيله الاهلي هيكسبوا برضه ان شاء الله. كل سنه حضرتك طيب. عايز اروح لحضرتك، النهارده تختار مين نجم المباراه؟ اكيد طبعا محمد شريف هو اللي احيا الشوط الاول، وطبعا مجدي قفشه هو اللي كان ماسك خط النص اساسي في دور الشوط الاول كله، وطبعا الاهلي فعلا الابطال، وكل الاهلي وكل فرقه الاهلي ابطال دايما في كل وقت. تقييمك النهارده الاداء علي لطفي، يعني علي لطفي النهارده بيسد فراغ غياب محمد الشناوي، اعتقد النهارده علي لطفي واحد من نجوم المباراه. هي كانت فرصه جيده ليه انه يثبت نفسه قدام جمهور في ماتش كبير زي دوت، وفعلا كان على قد المسؤوليه، وفعلا اثبت ان هو برده حارس مرمى من الطراز الاول. انا عايز انزل بقى لاصغر مشجعي النادي الاهلي، قول لي النهارده رايك ايه في المباراه ومين نجم الماتش؟ نجم الماتش اول حاجه علي لطفي، محمد شريف. محمد شريف، ايه النهارده اللي شفته في من لعيبه النادي الاهلي في الشوط الاولاني؟ يعني شفت ايه من لعيبه النادي الاهلي؟ بابا بيقول لي ان انت محلل، وكنت قاعد بتحلل معاه الشوط الاولاني. مش عارف الصراحه، الاهلي لعب حلو يعني. الاهلي لعب حلو، يعني لعب حلو في الشوط الاولاني والشوط الثاني. ما كناش كويسين قوي، بس برضو الحمد لله كسبنا. يعني عايز اروح لحضرتك النهارده، والنهارده احنا بنقول في اصابات وفي غيابات، لكن دايما في الموعد بيظهر لعيبه النادي الاهلي. والله لعيبه النادي الاهلي رجاله في كل الاوقات، وبيعرفوا معاهم مدرب كويس بيقدر ينظم المباراه وبيقسمها وبيلعب كويس. يعني في ظل الغيابات دي قدر ان هو يعوض الغيابات دي كلها. عايز اروح لك وتقولي ايه النهارده لعيبه النادي الاهلي؟ فرحه كبيره طبعا، تقولي ايه لعيبه النادي الاهلي النهارده؟ كلهم كانوا رجاله النهارده ولعبوا كويس جدا في الشوط الاول والشوط الثاني، وعلي لطفي حارس المرمى كان 10 على 10 النهارده. يعني كله كان متوقع ضربه الجزاء ان هي هتيجي، بس هو فاجئنا وصدها وكان 10 على 10. بشكرك وعايز اروح لحضرتك، احنا بنقول ان في اصابات في غيابات، لكن دايما لعيبه النادي الاهلي الاهلي بمن حضر، دي مقوله بالنادي الاهلي بيمشي عليها جيل بعد جيل. يعني الاهلي لما يبقى ناقص منه فرقه كامله بالتشكيل، يعني لما تيجي تبص على التشكيل محمد شناوي من اول حراسه المرمى لغايه اخر واحد في من وسط الملعب بالدفاع، مفيش فرقه ينقص منها تشكيل كامل 11 لعيب كامل وتعرف تقف على رجلها وتعمل الاداء ده. فده الاهلي بمن حضر. الناس بتقول انتوا كلمه بتقولوها، لا دي كلمه احنا متربيين عليها من اصغر واحد فينا لاكبر واحد فينا بتاريخ الاهلي كله، ده اللي احنا حافظينه واللي احنا عارفينه ومتاكدين منه كويس جدا، وعارفين كويس جدا ان الاهلي يعرف يحقق اي حاجه في اي وقت بفضل الله. عايز اروح لحضرتك النهارده القمه بصافره مصريه، يعني تقييمك للتحكيم المصري محمود البنا النهارده وطاقم التحكيم المصري، واحنا دايما بندعم التحكيم المصري. هو في البدايه لازم بالاول انا هعلق على التحكيم، بس لازم نبارك للنادي الاهلي لان النادي الاهلي عمل مباراه كويسه والتكتيك كان كويس جدا، ومبروك للنادي الاهلي وللاعيبه. ولازم اشيد برضه بعلي لطفي لان مباريات القمه دايما بتبقى مولد نجم جديد، فهو اتحط في اختبارين صعبين جدا، ضربه الجزاء والكوره الاخيره، اما والحمد لله ادى كويس. اما بالنسبه للتحكيم، هو التحكيم كان كويس، بس ضربه الجزاء يعني هو كان فيها ما كان لود عليه عشان برضه كحكم مصري والسوشيال ميديا والضغط الاعلامي، فكان في لود عليه فاضطر ان هو يرجع للفار، بس هي فيها وعليها. غير كده الماتش كان كويس جدا تحكيميا غير الحته دي بس. اخيرا منتظرين ايه من لعيبه النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه؟ وتقول لعيبه النادي الاهلي طبعا احنا عندنا بندافع عن لقب افريقيا، عن الدوري، عن الكاس، وعندنا ان شاء الله السوبر الافريقي.
والله اولا الف مبروك للنادي الاهلي، وانا عندي بس جزئيه وحيده انا متحفظ عليها بالنسبه لموسيماني ولاعيبه الاهلي، في تباين كبير في المستوى. يعني النهارده الشوط الاولاني شفنا فريق كويس قوي واداء كويس جدا. الشوط الثاني انت عندك اصابات وعندك غيابات النهارده، ما هو مش النهارده بس، انا بتكلم حضرتك بصفه عامه، احنا بنبقى ماتش كويسين قوي، يعني ماتش فيتا كروب كنا ممتازين، بعد كده الاداء بيهبط، هو بس ثبات المستوى انا نفسي احافظ عليه النادي الاهلي وموسيماني. ولكن عموما النهارده الف مبروك محمد شريف نجم، ضربه الجزاء من وحي الخيال، لكن التحكيم كان كويس، والف مبروك للنادي الاهلي والاهلي بمن حضر. بشكر حضرتك كابتن ايمن. ده كان لقائنا مع جانب من اعضاء النادي الاهلي هنا فرع النادي الاهلي مدينه نصر عقب فوز النادي الاهلي على فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف. مبروك للنادي الاهلي من جديد، تعود الكلمه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام. من جديد يعني بجد التحية ليك يا كابتن أيمن وكل ضيوفك الكرام، يعني من فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد بجد التحية ليك مرة تانية، وعقب فوز النادي الأهلي على الزمالك طبعا زي ما قلنا الأهلي بمن حضر، وده اللي ثبته النهاردة يعني النادي الأهلي ولاعبته الكبار. عايزين طبعا يعني معانا يعني عدد من الجمهور هنا بفرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، عايزين نسألهم أكتر على يعني رأيهم في المباراة، خاصة إن هي يعني مباراة بقالها 7 سنين غايبة في شهر رمضان. برحب بيك طبعا على شاشة قناة النادي الأهلي، عايزه اعرف منك اكتر يعني عن الاداء النهارده، رغم ان كان في يعني تشكيل كامل من المصابين وغياب، ولكن الاهلي زي ما قلنا بمن حضر. لا هو ده يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الاول على الفوز، ده العادي والطبيعي جدا وده المنطقي اصلا ان احنا ان الاهلي يفوز. شخصيه الاهلي، الاهلي بمن حضر، لعيبه الاهلي، كل الكلام دوت ده امر مفروغ منه. النهارده الاهلي بيلعب واحد تقريبا من احسن الماتشات اللي لعبها في الفتره الاخيره، سواء في الجزء الاول من المباراه سواء الجزء الثاني اللي هو الجزء اللي هو على مستوى التقفيل الدفاعي. الحمد لله رب العالمين، النهارده الاهلي يعني خد اللي هو عايزه من الماتش، قضيه جديده في وقت مهم جدا، في وقت كانت فيه سكاكين جديد كتير جدا كانت بتتسنى على موسيماني وكانت بتتسنى على لعيبه من لعيبه الاهلي، في لحظات شك كده بتيجي، والحمد لله رب العالمين الاهلي قدر ان هو يتجاوزها. الاهلي دلوقتي بقى متصدر الدوري ان شاء الله رسميا بعد باذن الله بعد ما يفوز في المؤجلات، وباذن الله يعني القادم احسن، وهو ده يعني هو ده الاهلي، هو الاهلي عودنا على كده. زي ما كده كانت في ناس كانت اليومين اللي فاتوا كانت بتعترض على كلمه ان الاهلي بمن حضر، ولكن النهارده زي ما شفنا على مستوى الغيابات، الشناوي مش موجود، علي لطفي موجود، ايمن، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف مش موجودين في مكانهم. النهارده ربيعه بيعمل ماتش ولا احلى ولا اروع من كده. الحمد لله رب العالمين، فوز مهم جدا 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 جدا، بيكلل مجهودنا ويعني بيقول رساله كده لجماهير الاهلي زي ما موسيماني ما قال، اعطوني الوقت واصبروا وان شاء الله الاهلي هيرجع ياكل افريقيا ويبقى جول افريقيا ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا مشكورة جدا. عايز اسالك كمان يعني على اداء علي لطفي النهارده، رغم غياب الشناوي كان في تخوفات كتيره جدا، كنت متوقع ان هو يتصدى لضربه الجزاء يعني اتحسبت للزمالك؟ الحمد لله وشكر الله على كل حال، والحمد لله على المكسب، والف مبروك لجمهور الاهلي، ورمضان كريم علينا جميعا، والحمد لله، وباذن الله باذن الله علي لطفي هو هيبقى حارس مصر بعد الشناوي وحارس الاهلي. وانا الحمد لله انا شخصيا بيني ما بين نفسي كنت مراهن عليه النهارده، وكنت مراهن في ضربه الجزاء، يعني قبل ما يتشاط والله هنا قلت ان شاء الله هتتصد بصوت عالي، والحمد لله صدت. وبعدين برضو غير ضربه الجزاء هو تالق في اكتر من كره، خصوصا الكره في الوقت الضايع، يعني كره كانت داخله جول، يعني لو حارس ثاني غيره ممكن ما كانش شالها، وممكن لو الشناوي موجود ما كانش شالها. والحمد لله على اداء اللعيبه النهارده، يحسب للجهاز الفني رغم الغيابات الكتيره في نص الملعب وفي الدفاع وفي الباكات. الحمد لله اكتسبنا احمد رمضان بكم في الباك اليمين، اكتسبنا علي لطفي في حراسه المرمى، اتولد من جديد النهارده علي لطفي، وان شاء الله نديله الفرصه. واكتسبنا محمد شريف كراس حربه، وباذن الله هيبقى هداف الاهلي القادم باذن الله وهداف الدوري ان شاء الله. ورمضان كريم علينا جميعا، والف مبروك لمجلس اداره الاهلي ولجميع اعضاء النادي الاهلي في الشيخ زايد وفي مصر كلها، الف مبروك للاهلاويه في جميع العالم. كل عام وانتم بخير. شكرا ليك. يمكن النهارده سيناريوهات غير متوقعه لمباراه الاهلي والزمالك، زي ما قلنا برده كان في تخوفات. شايف مين نقدر ان احنا نطلق عليه نسر المباراه النهارده؟ محمد شريف كان مصدوم الفتره اللي فاتت دي، والحمد لله اثبت ان هو هيبقى المهاجم رقم واحد في مصر. وانا من بحب اقول ان كده الشعب الاهلي، ان الاهلي رقم واحد، اثبت رقم واحد في افريقيا وفي مصر ان شاء الله على طول الدوام ان شاء الله. الحمد لله الفوز، الحمد لله رب العالمين. شكرا. يمكن النهارده كنا بنتكلم عن الغيابات، ده بيتسبب في يعني ظهور النجوم جديده للنادي الاهلي. شايف مين النجوم النهارده اللي نقدر نطلق عليهم ان هم ظهروا بشكل كبير جدا في المباراه؟ اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا محمد شريف حاجه يعني بصراحه حاجه جميله جدا. اكرم توفيق برضو بيلعب في الباك اليمين كويس،
فلعيبه النادي الاهلي الحمد لله يعني طول عمرها ان هي بتسد في المواقف الصعبه دي، حاجه طول عمرها معروفه عن النادي الاهلي وعن لعيبه النادي الاهلي. فالحمد لله على الثلاث نقط النهارده، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي الكبيره والعظيمه. وده مش جديد على النادي الاهلي، يعني الاهلي طول عمره في تاريخه كله الاهلي بمن حضر يعني الحمد لله. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني النهارده يعني بعيدا عن ان محمد شريف هو نجم المباراه، بس الاساسي طبعا النهارده كان علي لطفي صد ضربه جزاء، والكره اللي في اخر الماتش دي طبعا كره خطيره جدا كان هتجيب هدف التعادل، بس الحمد لله عدت على خير والحمد لله الاهلي بمن حضر، والاهلي الاول في افريقيا والاول في الدوري واول في كل حاجه واول في مصر واول ان شاء الله الاول في العالم بعد كده ان شاء الله. يعني زي ما تابعنا مع حضرتك يا كابتن ايمن، ده كان لقائنا او حوارنا مع عدد هنا من رواد طبعا النادي الاهلي بالشيخ زايد عقب فوز النادي الاهلي على الزمالك بنتيجه 2-1. زي ما حضرتك سمعت، هو الاهلي بمن حضر هي الجمله الاولى والاخيره اللي دايما بتتقال. بشكرك جدا على العوده للاستوديو مره اخرى. شكرا جزيلا الزميله العزيزه مريم سميح.